صحتك النهارده بقى عامله غدا ايه في قلبك؟ قلتش لازما قبل ما اودع ارج الوطن البتاع مش عايزه تقف. قبل ما اودع ارج الوطن اعمل اكله مصريه اصيله. عملتش يا بتش يا نجا؟ استبر على رزقك يا قلب اختك. هعمل شويه بقى ملوخيه. طبعا ناس كتير بيقولوا لي ايه سر الملوخيه يا بنات؟ بصوا الناس دلوقتي بقت تستسهل وبتضرب الملوخيه دي في ايه؟ في الكبه. خرطيها على ايدك كده بالمخرطه يا قلب اختي. هنحط هنا معلقه سمنه بلدي وعليها معلقه ثوم مدقوق في الهون يا قلب اختي عشان تاكلي شويه ملوخيه زي بتوع زمان. معلقه كزبره ناشفه ماشي. وقلبي قلبي يا قلب اختي. وعامله ايه تاني جنبها يا بتشي يا نوجة؟ عملت شويه رز بالشعريه اهم في قلبك وشويه لحمه. كنت شبر على نفسي قبل ما ايه اروح في حته واكل اكله مصريه كده حلوه واكل ولادي اكله حلوه. وعملت صينيه بطاطس فضلت خيرك حاجه كده في قلبك. يعني اللحمه دي انا احطها دلوقتي على صينيه البطاطس من على الوش واحطها تحت الشوايه. بصوا بقى حطيت الصينيه ايه اللحمه عليها بعد ما سلقتها. ما رضيتش اعملها جوايا عشان ولادي بيحبوها كده متحمره من على الوش. فتحت الشوايه ويلا بينا. وطبعا الثومه انا شلتها عشان ما تتحمرش عشان اطش ايه الثومه قدامكم ونشهش. طشه الثوم الصح يا قلب اختك بقى مش ان انت تمسكي الطاسه وتروحي رميها على الملوخيه. لا الصح ان انت تاخدي شويه ملوخيه وتقولي وتسمعي احلى طشه. وبعد كده تاخدي شويه الملوخيه اللي هنا وتروحي عاملاهم كده اهو. احلى شويه ملوخيه دول ولا ايه؟ بصوا بقى الملوخيه من على قرب. بصوا نوجة بحركاتها وتكتها. صل على النبي والف هنا والف هنا والف هنا. ادي الملوخيه. طبعا اللحمه اللي كانت هنا انا شلتها. ادي الرز بالشعريه. تعالى اوريكم بقى ايه هنا اهو. الشوايه فصلت. انا مش عارفه الشوايه بتفصل ليه على طول. الله يصلح حالها.